في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بالتواصل مع كافة أبناء البحرين، استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع. وقد رحب سمو حفظه الله بكافة رواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من التواصل الذي يحرص عليه المجتمع تكريسا لسنة الأباء والأجداد ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة. وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من صرح جامع لكافة أبناء المجتمع في صورة تعكس هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير، منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.